الجهود المصرية في ليبيا، وعايزك تبص كويس على حجم الجهود المصرية في ليبيا عاملة ازاي. اللي انت شايفه قدامك من شوية حالا من لحظات هي حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال اسمها جمال عبد الناصر، دي اللي موجودة على السواحل الليبية. غير كده انت في عندك طائرات ذهبت بالمساعدات العاجلة، حاملة الطائرات اللي موجودة موجودة لأجل أن تكون مستشفى ميدانيا ومركزا لعمليات البحث والإغاثة للبحث عن ناجين. محاولات للبحث عن ناجين مش بس كده، وقد تستمر المسألة فيما بعد ذلك لإعادة بناء هذه المناطق المنكوبة مرة تانية. الجنود المصريين راحوا بنفسهم لأشقائهم الليبيين علشان يقفوا معاهم جنبا بجنب كتفا بكتف. ده دور مصر الطبيعي جدا في المنطقة، وسوف يستمر هذا الدور بيتعمل طول الوقت بمنتهى البساطة، لأنك أنت بتتكلم عن الشقيقة الكبرى للعروبة بأسرها، مصر. اللي بيتعمل مع ليبيا ليس تفضلا، اللي بيتعمل ده الواجب، اللي بيتعمل من الشعب المصري للشعب الليبي، اللي بيتعمل ده هو مسؤولية مصر تجاه ليبيا زي مسؤولية مصر تجاه كل العرب. معانا على التليفون دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية ومسؤول الملف السياسي بالأهرام. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك أستاذ يوسف وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك، ربنا يخليك. كنا بنتكلم على الجهد المصري في إغاثة الشعب الليبي، يمكن عايزين شيء من التفصيل حول هذه الجهود، الدور الكبير اللي بتلعبه مصر في ليبيا الآن. يعني أولا هذا الجهد أستاذ يوسف يأتي في إطار سياق، ويأتي في إطار رؤية، ويأتي في إطار فلسفة مصرية، ويأتي في إطار محددات مصرية ثابتة. أولا مصر هي بتنظر إلى أي أزمة أو ألم يمر به أي شعب عربي أو شقيق أو صديق بأنه ألم مصري، تتحرك بحبه، تتحرك بمشاعر، تتحرك بقلب حقيقي تجاه الأشقاء. حدث هذا عندما حدث الانفجار في مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020، حدث هذا عندما وقع الزلزال في سوريا وفي تركيا في فبراير من هذا العام. تم فتح الحدود المصرية أمام الأشقاء القادمين من السودان والفارين من الحرب هناك. هذا نهج مصري، هذا سلوك مصري، هذا تاريخ مصري بيؤكد للجميع بأن مصر هي تقف فعلا يدا بيد وعددا بعدد بجانب الأشقاء العرب. هذا واحد. الأمر الثاني هو سرعة الاستجابة، أن مصر لا تنتظر دعوات ولا تنتظر حتى شكر، لكنها تتحرك وتتحرك بسرعة. رأينا تقريبا بعد وقوع الأعصار بساعات قليلة تحركات مصرية على الأرض في اتجاهات ثلاثة، في اتجاه البحر، القوات البحرية المصرية، في اتجاه البر على الحدود المصرية. وهنا شكر واجب للقوات المسلحة المصرية والمنطقة الغربية في القوات المسلحة المصرية والقوات البحرية، وأيضا القوات الجوية التي أرسلت في الساعات الأولى أكثر من 7 طائرات دشنت الجسر الجوي المصري إلى الأشقاء في ليبيا. فرق الإنقاذ كمان مصر تتحرك بمنهجية علمية. عندما تحدث مثل هذه الكوارث بتحدث هناك فوضى، قد تحدث هناك كمان تكرار لإرسال مساعدات بعينها ويكون هناك نقص في حاجات أخرى. مصر أرسلت رئيس الأركان المصرية إلى القيادة الليبية ليطلب منها ما هو الذي تحتاجه القيادة الليبية ويحتاجه الشعب الليبي. كانت الاحتياجات الليبية تتلخص أو تدور في البداية حول فرق الإنقاذ، حول إرسال الأدوية، إرسال المساعدات الطبية. وبالفعل آلاف الأطنان المصرية، الطائرات المصرية حملت كل هذه المساعدات وذهبت بها إلى الأشقاء في ليبيا. مصر لم تكتف بهذا، قام الجنود المصريين بإنشاء معسكرات للإخوة الليبيين بالقرب من درنا على بعد مساحات قريبة ما بين 25 ل 30 كيلومتر. مصر سوف تواصل أيضا هذا الجهد، هذا الجهد بدأ في ليبيا، مصر سوف تواصل من خلال جهود إعادة الإعمار، وسوف يعقد مؤتمر لإعادة الإعمار في 10 أكتوبر الماضي بمناسبة مرور شهر على هذه الكارثة. وهذا دور مصر، لأن مصر بتنظر للشعب الليبي والشعب المصري بأنه شعب واحد في دولتين،
من هذا المنطلق هو مصر منذ عام 2011 هي تحاول مساعدة الشعب الليبي للخروج من المأزق الذي فرض على الليبيين عندما تدخل حلف الناتو في عام 2011 وأدى إلى المشاكل السياسية والانقسام السياسي والتشظي السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2011. وبالتالي مصر تتحرك في ليبيا على أكثر من مسار، على مسار دعم المساعدات وتوصيل المساعدات، حث الليبيين على الالتفاف حول موقف واحد والذهاب معا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى تكون هناك دولة عفية وقوية قادرة على مواجهة مثل هذه الأزمات، لأنه كما تعلم التغيرات المناخية جعلت من هذه الأزمات والكوارث يمكن أن تتكرر في أوقات أخرى أو في أزمنة مقبلة. وبالتالي قدرة الدولة أو أن تكون هناك حكومة موحدة ودولة موحدة في مواجهة مثل هذه الكوارث. طيب دكتور أيمن، دكتور أيمن، هل يحق لنا أن نستشعر فتورا دوليا لمساعدة وإغاثة ليبيا؟ في الواقع يعني أنا قلت هذا الأمر أستاذ يوسف، العالم منشغل بقضية واحدة ووحيدة وهي الأزمة الأوكرانية. حتى عندما حدث الأمر في السودان قلت أكثر من مرة أن الاستجابة الدولية فيما يتعلق بالوضع في السودان لا ترقى أبدا لحجم المعاناة التي يعانيها أشقائنا في السودان. حتى عندما عقد مؤتمر للإغاثة قادته الأمم المتحدة حجم الاستجابة لنداء الأمم المتحدة كان أقل من 30%. نفس الأمر فيما يتعلق بليبيا، حتى الاهتمام في وسائل الإعلام الدولي أنا في رأيي لم يأخذ المساحة والمكان المطلوب في تغطية مثل هذا الحدث الجلل. الأرقام مفزعة، رغم أن الأرقام حتى الآن يصعب حصرها سواء فيما يتعلق بالوفيات أو حتى المفقودين، لكن كل المؤشرات تؤكد أنها أرقام كبيرة وأرقام مفزعة. العالم منشغل فقط بالقضية الأوكرانية والحرب الروسية الأوكرانية، لأن كما تعلم العالم منقسم الآن صحيح. بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي، وما بين روسيا والصين وحلفائهما في آسيا وفي أمريكا اللاتينية. غير ذلك كل القضايا بتحول أو تتحول بعد وقت قصير إلى قضايا منسية. يعني أنا في تقدير العالم الآن غير منشغل بالقضية في السودان، غير منشغل بما جرى في ليبيا، ربما حتى نسى ما جرى في المغرب، ولا يوجد يعني حديث كثير حول هذه الأزمات. هنا تأتي قيمة الإقليمية الجديدة، الإقليمية الجديدة. الحرب الروسية الأوكرانية كلها مآسي، لكن يمكن الخروج من هذه المآسي ببعض الدروس وبعض الفرص. من أهم هذه الفرص هي الإقليمية الجديدة، أن كل دولة تمد يدها للدولة القريبة منها والمجاورة لها وتتعاون معها، ويكون هناك أفضل تعاون على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأيضا الإنسانية كما رأينا في المسألة الليبية. هذا أمر مهم للغاية، لأن في ظل مشاكل سلاسل الإمداد وفي ظل مشاكل انشغال العالم بالحروب الكونية بين القوى العظمى والقوى الكبرى، لم يتبقى للدول الأخرى إلا أن تمد يدها بالتعاون وبالمحبة، لأن لن تظل طيب أخيراً الشعوب إلا مثل هذه السلوكيات أخيراً يا دكتور القائمة على الدعم والدعم الكامل. أخيراً يا دكتور، وأنا آسف على المقاطعة، ولكن أنا هسأل على أو هأطرح سؤال وأنا يعني متأكد أن إجابته سوف تأتي بالمنطق مش حتى بالحس الوطني. هل توجد دولة وقفت بجانب ليبيا مش بس في أزماتها الأخيرة، ولكن هنؤكد على أزماتها الأخيرة، سيبك من المسار السياسي الماضي أو في الفترة الماضية، لكن هل توجد دولة وقفت بجانب ليبيا في أزماتها الأخيرة كيفما وقفت مصر؟ بالتأكيد لا، وبصدق كامل أستاذ يوسف لا، لأن مصر وهي تتحرك في كل شيء قدمت المشاعر والمحبة مع كل جهد. تحركت الدولة المصرية بكل أجهزتها، القوات المسلحة المصرية بكل أفرعها وبكل إمكانياتها التي تأكد للجميع أنها قدرات كبيرة وقدرات فائقة وعلى أعلى مستوى. تحركت حتى المؤسسات المصرية الأخرى مثل الهلال الأحمر صحيح. المصري، كل
الأجهزة المصرية، وزارة الخارجية المصرية تحركت بشكل كبير جدا، وزارة المصريين في الخارج، القنصلية المصرية الموجودة في بنغازي، القيادة المصرية والقيادة السياسية المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من وجه النداء إلى كل المؤسسات المصرية بالتحرك والتحرك العاجل. رأينا الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر بنفسه اصطفاف لإرسال المعدات ومواد الإنقاذ إلى الأشقاء في ليبيا. هذا المشهد لم نراه في أي دولة، سواء في المنطقة أو خارج المنطقة. ده صحيح 100%. أنا في تقديري تأكيد للخصوصية التي تجمع الشعبين والدولتين مصر وليبيا. مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية ومسؤول الملف السياسي بالأهرام العربي.